جمع ما بين الاهلي والترجي، وهو كان النهائي الوحيد اللي جمع ما بين الاهلي والترجي، ولقاء 2 نوفمبر و9 نوفمبر هيبقى اللقاء الثاني على مستوى النهائيات. لكن ده احلى نهائي فنيا لعبه النادي الاهلي في كل النهائيات اللي لعبها النادي الاهلي او خاضها النادي الاهلي. وده واحد من اللي قدامكم ده يعني هو يتحط في نفس الصف بتاع كابتن محمود الخطيب على المستوى الافريقي وكابتن محمد ابو تريكه على المستوى الافريقي، يجي وليد سليمان على طول. وليد سليمان عامل موسم السنه دي موسم، مش عايز اقول موسم مش طبيعي، لان هو كورته على طول حلوه وشخصيته على طول جميله وقدراته ممتازه وكل حاجه، لكن انا بتكلم من حيث الفارق اللي عامله مع تيم النادي الاهلي وعامله مع كره النادي الاهلي وعامله مع اجوال النادي الاهلي، سواء كان كصانع للاهداف او محرز للاهداف. حتى الاهداف اللي بيجيبها مؤثره بشكل كبير جدا، له هدف هنا وله هدف في الجزائر، وكل المباريات سواء كانت حريه الغيني او تاونشيب او كل المباريات اللي خاضها وليد سليمان، الحقيقه عامل موسم رائع جدا 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 جدا، يستحق فيه لقب احسن لاعب في النادي الاهلي، وبل احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا، يعني بلا جدال ولا نقاش ولا يعني منافسه، ان ممكن تكون بعيده شويه او يعني على خطوات متباعده، اللي هو انيس البدري اللي هيواجه برضو النادي الاهلي مع تيم الترجي.